السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتكم في قناة سولع قناة اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد ومميز جدا، شاليه بحديقة خاصة ومدخل خاص مرتفع عن الأرض في موقع مميز بجوار الشارع العمومي، يصلح للسكن الدائم طول العام بسعر لقطة داخل القرية. شفنا بعض عندي هنا الواجهة، موجود عندي هنا المدخل الخاص بيه. على شمالنا موجود عندي هنا دي الفرندة كبيرة ما شاء الله، موجود فيها عندي كنب مطوم فرعوني. وصلنا هنا عندي الحديقة الخاصة بالشاليه. ما شاء الله دي كلها ملكية خاصة بالشاليه. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض العرض. عندي هنا دي أول غرفة نوم كبيرة ما شاء الله، وبص عندي على الفرندة ومتشطبة كويس جدا، تشطيب جبسون بورد. وقصادنا هنا موجود عندي مطبخ أمريكاني. هو الريسبشن عندنا هنا كبير ما شاء الله ومربع متشطب، عندي كمان كويس جدا تشطيب جبسون بورد وديكورات عندي فوق ممتازة. على يمين هنا موجود عندي الحمام، وبعد منه وشاطر موجود عندي الغرفة التانية. روت ريسبشن عندنا هنا من زاوية تانية، وروت المطبخ من الأمام. وبكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل. ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، عرضنا النهاردة من قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شريف موقع مميز جدا بجوار الشارع العمومي وكنتاكي والمسجد الكبير والخدمات العامة، يصلح لسكن الدائم والمصيف والاستثمار في المستقبل. مسجل في جمعية 6 اكتوبر التعاونية للبناء والسكان والتعمير، وكامل الاعدادات كهرباء مية زي ما احنا عارفين بنستلم اخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الاجمالية للشاليه 100 متر، السعر 550,000 جنيه كاش، والسعر قابل للتفاوض. السعر بالدولار 11,000 دولار. ما شاء الله عندنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم ان شاء الله على خير في شقه جديده وعرض جديد وعقار جديد مع قناه سول عقارات في اسكندريه شاطئ النخيل.